gün اليوم güzel bir sabah. Sabah رائع. 60 güne yakın منذ 60 يوم وبنضوج ديمقراطي ومع كل قواعد الديمقراطية نحمد الله أجرينا انتخابات البرلمانية وانتخاب الرئاسي اليوم. وطبعا كيف تتم الانتخابات بوسط ديمقراطي أظهرناه للعالم أجمع. أتمنى بأن تكون بادرة خير واعتبارا من غد إن شاء الله فيما يتعلق ب ستكون بداية حسنة لبلادنا وشعبنا. التفضيل أهم شيء طبعا. واليوم بدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى هذه الساعة ليس هناك أي مشاكل أمنية. وحتى الآن أكثر من 601,000 موظف أمني ومن الشرطة قوات أمن وما شابه ذلك يعملون من أجل تأمين كل الأمن وسلامة الانتخابات. ففي المهمات التي تقع على التقنية نواصل بتنفيذها بشكل تام. أكثر من 60 مليون ناخب في داخل البلاد أكثر من 91,000. هناك صندوق انتخابي وفي مناطق الكوارث في نفس الوقت مثلما هو الحال في كل مناطق التركية. الصناديق الاقتراع موجودة في أماكنها وعدد الصناديق 1100 صندوق وفي كل مكان فيها صناديق فيها مساكن مسبقة التجهيز وكل الترتيبات اتخذت هناك. ويستطيع المتضررين من الزلزال والساكنين هناك بإدلاء أصواتهم بشكل سلس. طبعا في الجولة الأولى كانت عملية التصويت تستغرق فترة طويلة، ولكن في هذه الجولة جولة الإعادة الأمر سهل أكثر. وفي 81 محافظة وبتنسيق من محافظين ونواب المحافظين نحن على اتصال بهم والتنسيق معهم. حتى الآن ليس هناك أي مشاكل، وإذا تكون هناك أي مشكلة نطلب من المواطنين باتصال بخط الساخن المخصص. فبهذا الشكل أريد أن أقول أيضا بخطوط عريضة إذا كانت هناك احتياجات للهويات وأحوال المدنية. طبعا مكاتب الأحوال المدنية مفتوحة على المواطن الذهاب والمراجعة من أجل الحصول على هويات جديدة هناك. ومنذ 60 يوما حوالي هناك طبعا فرح ديمقراطي انتخابي، و بالمقارنة مع الانتخابات الماضية الأحداث كانت قليلة جدا. هناك 50 حالة فقط شاهدناها بأن عدد قليل جدا بالمقارنة مع الانتخابات الماضية. إن شاء الله فإن بلادنا مثل ما هو الحال بعد الآن أيضا وبنضوج ديمقراطي وبكل القواعد الديمقراطية سننهي هذه الانتخابات وتبدأ تركيا بمرحلة جديدة وببداية حسنة ورائعة وجميلة.